طالب أولا بحوار وطني حقيقي صادق، ثانيا بحكومة إنقاذ وطني حقيقية مقتدرة، وثالثا بانتخابات مبكرة حرة وديمقراطية تشرف عليها هيئة الانتخابات الشرعية بتركيبتها الشرعية. هذا ردنا على سلطة الانقلاب، وهذا تصورنا للحل، ونحن سنعمل في جبهة الخلاص على دفع كل القوى الوطنية وكل القوى الصادقة الحقيقية المحبة للديمقراطية والحرية للذهاب في هذا الاتجاه العقلاني.